من الناس الكل. معاكم إلياس شيرني امباسادور ايديز تونيزيا. ان شاء الله نهار الاحد عندنا ايفينمون في المدينه اسمها انستا افتار. باش نتقابلوا 6:30 في البحر، ومن بعد باش نطلعوا نشوفوا فطرنا في المدينه، ومن بعد عندنا سورتي فوتو بالليل. باش نهبطوا في الايفينمون على الفيسبوك، نهبطوا فورمولير باش تعملوا فيه شكون باش يجي وشكون باش يجيش، باش نعرفوا ريزيرفاسيون تاع ريستو. باش نذكركم بلي عندنا جوائز تاع 3 من الناس باش يربحوا احسن تصاور. الجوائز هذو باش يكونوا في 3 كوبون بيكستور. ان شاء الله تجيو الناس الكل، مرحبا بكم.